تكوني محرمة زي أختي وأمي، يعني لو رحت بيت والدتك وزوج أختك موجود والزوج سافر، أم هي راحت ولما رجع عاشوا عادي مع بعض ما تمام، ما قالت ما أنت كنت تقصد إيه؟ لا كنت أقصد التهديد، وتقول الزوج لا يصلي ولا يصوم. لا لا، هو الآن عليه الصوم ولا يجامعها حتى يصوم شهرين متتابعين، هذا ظهار قد وقع. ظهار قد وقع، نعم، كان ظهار معلق قد وقع، انتهى الأمر. هو ف لم يصم وعاش حياته. آثم بذلك، وعليه أن يمسك، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين. إن كان رجل مش من أهل الصوم لا يستطيع أن يصوم، فيطعم 60 مسكينا. نعم. طب ويطعم 60 مسكينا في خلاف أصولي، هل لا يجامع حتى يطعم 60 مسكينا؟ والأصح أنه يعني ليس شرطا أن ألا يجامع، يطعم 60 مسكينا ويجامع حتى طب في الإطعام يجامع. هل الزوجة على ما فعلت تأثم؟ هي لا تأثم، هي أوقعت اليمين وانتهى الأمر، وكيف تأثم وهو معلق الأمر؟ هي تتحمل ولا تتحمل، تمام، لكن هي لا تأثم بذلك وليس عليها شيء. إلا إذا علمت أنها تؤثمه هو، وأن الرجل لا يفعل شيء، وأنه لن يعرف انه ولا بيصلي ولا بيصوم. ولا بيكفر، كيف تبقى معه؟ صحيح. فالحاصل أنه الآن شرعا إجابة عن السؤال، تريد التوسيع أو لا نوسع؟ لا 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 بأس. الإجابة عن السؤال أنه لا يجوز له أن يجامعها حتى يصوم شهرين متتابعين. ليس من أهل الصيام، لا يستطيع أن يصوم، بينه وبين ربه يقول أنه ضعيف، يطعم 60 مسكينا حتى يجامعها. نعم شيخ كريم، هو